صنقوش تاع نكبروا. ما كبار دعيكم بالفاش. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون عيدا فيه البركة وفيه الخير وفيه الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، ورب يرزقنا إن شاء الله الإيمان والإطمئنان في بلادنا إن شاء الله يا رب العالمين، والتلاميذ رانا كرمناهم إن شاء الله، الله يقريهم والله يحفظهم إن شاء الله والله يبارك فيهم إن شاء الله. سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء الله، ففهمنا سليمان وكلا ناتنا حكما وعلما، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكل الأمة الجزائرية والأمة المسلمة عيد مبارك إن شاء الله، والله يجعل ربي إن شاء الله يغفر لنا شيباني تاعي الله يرحمه، الله يوسع عليه، الله يجعله من أهل الجنة إن شاء الله، والتلاميذ تاعنا هذو النجباء هذو الله إن شاء الله يجعل ربي يوفقهم إن شاء الله. أتمنى لهم إن شاء الله مستقبل يكون ظاهر إن شاء الله، وربي يوفقهم إن شاء الله في الدراسة تاعهم. ندعو لجميع الأمة الإسلامية أن يكون هذا العيد مباركا إن شاء الله، وندعو إلى بلادنا الحبيبة خاصة بالحفظ، وأن يرزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة، وأن يعينهم على الوقوف على هذا البلد في أحسن حال. وندعو لجميع المسلمين إن شاء الله أن يغفر لنا ويرحمنا إن شاء الله، وأن يجعلنا من عتقائه في هذه الليلة إن شاء الله المباركة. وأتمنى عيد فطر مبارك للأمة الإسلامية والأمة الجزائرية. أتمنى عيد مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية وللوالدين والإخوة. أشكر كل القائمين على إنجاز هذا الحفل، ومن طلبة والشيخ كعبان السنوسي وكل الحاضرين المصلين الذين أدوا صلاة التراويح. وبقدوم عيد الفطر وانتهاء الليلة ليلة القدر، الليلة المباركة، نقدم عيد فطر للجميع وللأمة الإسلامية كاملة. أهدي كل تحياتي لأمي وأبي العزيزين ولكل الأمة الإسلامية، وأشكر الشيخ السنوسي على تكريمه الذي كرمه لنا اليوم وفي هذه الليلة المباركة. أميتي الوحيدة أن نحرر فلسطين من درس اليهود. لا يبارك فيك.